هاي دبكه رقصه شعبيه شرقيه جماعيه منتشره بلبنان سوريا وفلسطين تعتبر من التراث الفولكلوري لهالبلدين وعاده بتتم ممارستها بالمهرجانات والاحتفالات. دبكه بلبنان قديمه كتير، بدات تتطور من سنه 1957 مع اول مهرجان للدبكه الشعبيه ببعلبك، ومن بعدها بدا هالفن ينتشر بشكل واسع. تتكون فرقة الدبكة عادة من أكثر من 10 أشخاص من رجال ونساء بيتسموا دبيكة وعازف الطبل. تختلف أنواع الدبكة من منطقة للتانية مثل الدلعونة الشمالية، الهوارة، الغزال، بدوية، السويلة، الحدو والكرادية. مين قال أنه بسبيل تطوير الدبكة ونقلها لجيل جديد تم اختراع عدد من أنواع دبكة الفيوجن؟ أنا قال بشوفكم بكرة.